انا يمكن اشرح اخبار مفرحه لاصحاب المعاشات والورثه لكل من خرج معاش في الفترات الاتيه. اولا الفتره من 1/7/1987 حتى 30/6/2006. ثانيا الفتره من 1/7/2006 حتى الفتره 30/6/2015. ثالثا الفتره من 1/7/2015 حتى الفتره من 31/12/2019. ومفاجأة سارة لمن خرج من 2020 حتى الآن، شاهد مستحقاتك المالية وشاهد يعني التواريخ وكل حاجة بالتفصيل هنقولها لكم. خليكم معانا في التفاصيل. أهلا بيكم حبايب قناة اشرح لي. طالما حضرتك وصلت لغاية هنا وفتحت الفيديو بتاعنا يبقى انت حضرتك متابعنا ويعني بتعجبك المادة بتاعتنا ان شاء الله، واحنا برضو بنحبكم كلكم والله، وبنقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو يعني يخصكم ويهمكم وفيه مصلحة وفايدة ليكم. زي ما بتدعمونا وزي ما بتشتركوا معانا احنا برضو يعني بنرد الجميل لحضراتكم وبنجيب لكم الاخبار الكويسة المفرحة. يا رب كلها اخبار سارة ليكم يا رب ان شاء الله، وربنا يكرم الجميع. في الحقيقة ان احنا جانا اسئلة كتيرة عن موضوع التواريخ اللي احنا بنقدمها، وهل اللي بعد كده ملوش واللي قبل كده ملوش، واللي اسئلة كتيرة جدا. فقلنا نعمل لكم الفيديو دوت عشان نوضح بالظبط التواريخ دي، وعشان حضراتكم تبقوا عارفين مين اللي ليه ومين اللي ملوش، مين اللي هيزيد ومين اللي مش هتنطبق عليه الزيادة. يعني قلنا ان احنا لازم نقدم الفيديو ده عشان الكل يبقى عارف، وايه ونشرح باستفاضه ايه مين اللي يعني مين اللي هياخد مين مش هياخد، مين هتنطبق عليه ومين مش هتنطبق عليه كده. يعني جانا اسئله مثلا بتقول ما هو موقف اللي هم الناس اللي بعد سنه 2019، واسئله تانية عن موضوع العلاوات الخمسه وهل هي اقتصرت عن ما خرج من 2006 لغايه 2015، وهل هؤلاء اقتصر الامر بالنسبه ليهم على ما صرفوه في 2021، يعني ما اصبحش ليهم اي مستحقات مثلا، وكم عدد العلاوات اللي هيحصل عليها الناس دي، وكم هو الاثر المتجمد اللي هياخدوه برضه. ده الى جانب اسئله كتير جدا جمعناها لكم وهنجاوب لكم عليها في الفيديو ده ان شاء الله عشان تعم الفائده. بس قبل ما نجاوب بنقول لكم يا جماعه اللايك الكتير اللي حضرتك ما بتغرمش فيه حاجه بيخلي الفيديو ده يفيد ناس كتير. يعني اللايك اللي حضرتك بتعمله انت وغيرك والناس المحترمه الكويسه اللي هي بتتفرج على الفيديوهات دي مش بيأثر حاجة معاك ولا بيضرك في حاجة، بل بالعكس بيفيد غيرك. يعني اللايكات دي بتخلي الفيديو دوت يبقى موجود بسهولة للناس اللي تيجي تتفرج عليه أو تسمعه غيرك، فأنت كده بتفيد ناس كتير غيرك وبتاخد ثواب الناس اللي بتكون عايزة تعرف معلومة زي كده وما هيش عارفة. فلما حضرتك بتدوس لايك أنت وغيرك والفيديو بيوصل للناس، في ناس بسيطة جدا ما بتعرفش تعمل بحث يعني متعمق زي اللي حضرتك بتعمله، وبتبقى بس يعني على قدها ان هي بتدور على قدها. فلما بتدور بطريقه بسيطه جدا وانت تكون عامل لايكات كتير انت والناس اللي معاك وحضراتكم كلكم، فبنلاقي الفيديو بيلاقي الفيديو بسهوله وبيقدر يشوف وبيقدر يعرف بالنسبه له هيستفيد ولا لا، الزياده هتشمله ولا مش هتشمله. فبالتالي انت بتكون ساعدته ان هو يعرف حقوقه و بتعم الفائدة، وتبقى برضو بيوصل لك الخير زي ما بيوصل لنا ان شاء الله، وبتستفيد وبتاخد حسنات نتيجة ان انت ساعدت غيرك ان هو يعرف حقوقه ومستحقاته زي ما حضرتك عرفت، وزي ما ربنا اكرمك وجعلك ان انت اكتر مثلا يعني دراية منه وعرفت توصل لنا بتساعده ان هو يوصل لنا برضو. فاللايك يا جماعة الله يكرمكم لايك كتير، مش هتغرموا حاجة غير ان انت هتساعد غيرك ان يوصل للفيديو بتاعنا ده. عشان ما نطولش عليكم جميعا هنقول نخش في الموضوع على طول. هنقول لحضرتك النهاردة ما هو مصير كل من خرج بعد 1/7/1987 لغاية 30/6/2006، وبعد كده هنوضح الفترة اللي هي من 1/7/2006 حتى 30/6/2015، وبعد كده هنوضح الفترة من 1/7/2015 حتى 31/12/2019. كل حاجة جايبها لكم على حدة عشان الناس ما تتوهش وعشان الناس كلها تبقى عارفة، واللي ما يعرفش يعيد الفيديو مرة واتنين عشان يفهم بالظبط ايه هو مصيره، ايه هي الفترة اللي هو بيقع فيها، وايه هو اللي هيستفيده، وايه عدد العلاوات اللي هتشمله، سواء علاوتين ثلاثة اربعة الخمس علاوات كلهم، الزيادات هياخد ايه، مش كل حاجة ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو ده.
وبعد كده في الاخر هنقول لكم موقف من خرج في 2020 حتى الان 2023. اولا هنبدأ نقول ان كل من خرج معاش بعد 1/7/1987 حتى الان له في العلاوات الخمس، كل على حسب خروجه في المعاش، ولكن لازم نتأكد ان صاحب المعاش او المستفيد من المعاش انه تم صرف له هذه العلاوات اثناء الخدمة. ولو فرض ان في بعض العلاوات الخاصة لم تصرف له اثناء الخدمة مش هيكون مستفيد من حكم العلاوات الخمسة. كلام واضح وصريح ومفسر اهوت، واللي مش فاهمه يعيد المقاطع تاني هيفهم. بنأكد تاني ان كل من خرج معاش قبل 1/7/1987 ليس له في العلاوات الخمسة. يعني حضرتك لو قبل 87 ولو قبل 1/7/87 مالكش في العلاوات الخمسة، مالكش في العلاوات الخمسة اللي له، اللي هو ابتداء من 1/7/87 واللي بعد كده، فاللي له حق الصرف هو والورثة بتوعه بعد 1/7/87. يبقى كل من خرج معاش قبل 1/7/87 اتفقنا انه ملوش في العلاوات الخمسة. طيب اللي كل من خرج معاش بقى بعد 1/7/87 وحتى 31/12/2019 وفي ناس في 2020 ليها حاجة تانية، بنقول ان دول لهم هم والورثة بتاعتهم سواء العلاوات الخمسة او 80% من العلاوات الخمسة. يبقى نقول بقى تاني الكلام باختصار، من 1/7/1987 لغاية 30/6/2006 لهم حق الصرف 80% من العلاوات الخمسة. من 1/7/1987 وحتى 30/6/2006 لهم حق الصرف 80% من العلاوات الخمسة. طيب كل من خرج بقى معاش من 1/7/2006 حتى 30/6/2015 له حق الصرف 60% من العلاوات الخمسة. له حق الصرف 60% من ايه؟ من العلاوات الخمسة. طيب كل من خرج معاش في 1/1/2020 حتى الان ده صرف 60% من العلاوات، يبقى له 20% من العلاوات الخمسة. كل من خرج معاش بعد 2015 حتى 2019 له الحق انه يصرف 80% من العلاوات الخمسة. كل من خرج معاش بعد اول يوليو 1987، يعني معنى كده اللي هو قبل 1 يوليو، ملوش في اللي احنا بنقول عليه ده. وده ليه؟ لان اول علاوة تم اقرارها كانت في 1/7/1987، يعني اللي قبل 87 قبل 1/7/87 ملوش في اللي احنا بنتكلم عليه في موضوع العلاوات الخمسة ده. وكل من خرج معاش بقى بعد اول يوليو 87 اللي هو بعد 1/7/87 حتى 30/6/88 له علاوة واحدة قيمتها 40 جنيه. 40 جنيه يعني في السنة 480 جنيه. فبنكمل وبنقول ان العلاوة دي هتتحسب ان شاء الله من 1992، من 1992 حتى الان او حتى وفاة الشخص المؤمن عليه. تاني حاجة، كل من خرج معاش بعد اول يوليو 1988 حتى 30/6/1989 هيكون له علاوتين، هيكون له علاوتين، العلاوة الاولى 40 والعلاوة التانية 30، يعني هيكون له 70 جنيه. هنضرب 70 جنيه في سنة، يعني 70 × 12 = 840 جنيه. هنضربهم في عدد السنوات حتى 2023 هنشوف هيطلع لحضرتك قد ايه. كل من خرج معاش بعد اول يوليو 1989 حتى 30/6/1990 له 3 علاوات قيمتهم 100 جنيه. العلاوة الاولى كانت 40 وبعدين التانية 30 والتالتة 30، يبقى 100 جنيه. بعد كده هنضرب ال 100 جنيه ديت في السنة في 12 شهر تطلع ب 1200 جنيه. طبعا العلاوة الاولى هتبقى من 92 لغاية مثلا 23 لو انت على قيد الحياة او لغاية السنة اللي المؤمن عليه توفى فيها. العلاوة التانية هتبقى من 93 لغاية 23 او لغاية ما توفى. العلاوة الرابعة هتبقى من 94 لغاية 3 وهكذا. يعني فعشان تبقى عارفين ان مش كل العلاوات هتاخد ايه، الناس هتاخد زي بعضها. يعني علاوة اولى من 92، تانية 93، تالتة 94، رابعة 95، ستة 96، خمسة 96. طبعا بعد كده نمرة اربعة، كل من خرج معاش بعد اول يوليو 1990 حتى 30/6/1991 هيكون له اربع علاوات قيمتهم 130 جنيه. يبقى في السنة يضرب 130 × 12 ب 1650 جنيه.
بعد كده نمرة 5، كل من خرج معاش بعد أول يوليو 1991 حتى 30/6/92 له 5 علاوات قيمتهم 160 جنيه، يبقى في السنة 160 × 12 ب1920 جنيه. اضرب بقى ده في عدد السنوات زي ما قلت لحضرتك تعرف ليك قد ايه بالظبط. بعد كده نمرة 6، كل من خرج معاش بعد أول يوليو 92 حتى 30/6/2006 له 5 علاوات قيمتهم 160 جنيه يبقى في السنة 160 × 12 ب1920 جنيه. وكل بقى اللي صرف يا جماعة هياخد 80% تاني بحسب نص الدعوة وحسب الحكم، ده غير اللي هو صرفه قبل كده. أما كل من خرج معاش من 1/7/2006 حتى 2015، طبعا الحد الأقصى القانون وضعه حتى 30/6/1992 حتى 30/6/1992، وده حسب نص القانون، وكان أقصى أساسي ساعتها كان 250 جنيه. جاب ال 250 جنيه وشاف ال 10% منهم العلاوة، هتبقى 250 في 10 على 100 يبقى 25 جنيه، هناخد من 25 جنيه 80% منهم، وده هيطلع 20 جنيه. 25 في 80% يبقى 20 جنيه، ده اللي حضرتك هتستفيد بيه. وطبعا في حد أقصى للأجر الأساسي 250 جنيه، ولما نضربه في 12 250 في 12 يعني 3000 جنيه، وده في السنة هناخد منها 80% من ال 3000 جنيه دي، يعني هيساوي 2400 جنيه. طبعا 2400 جنيه دولت من 1992. طبعا في ناس هتاخد ال5 علاوات كاملين، يعني 5 علاوات في 5 سنين، يعني 5 × 2400، 2400 اتضرب في 5 سنوات شوف هيطلع كام. وفي واحد يطلع له 4 سنوات بس، هنضرب ال4 سنوات في 2400، واللي هيطلع له 3 سنين هيضرب في 2400، سنتين في 2400 وهكذا. ويعني بافتراض مثلا يطلع لك مثلا 5 سنين اضربهم في 2400 يطلع لك مثلا حوالي 5 يطلع لك مثلا حوالي 12000 جنيه، لو 4 سنين اضربهم برضه في 2400 وهكذا. طب لو في كسر في الشهور هنعمل ايه؟ لما ناخد ال 3000 هنقسمهم على الشهر هيطلع 250 جنيه، 250 جنيه دول 80% منهم يعني 200 جنيه. شوف بقى لو في مثلا شهور مثلا 6 شهور 7 شهور هنضربهم في 200 جنيه. وعشان الحكم ما حددش سنه معينه فبنقول ان الجميع ليهم 80% بنص الدعوه سواء كان صرف او ما صرف. وكل من خرج معاش من 2020 حتى الان، كل من خرج بعد 2020 يا جماعه هيلاقي نفسه ان هو استفاد تقريبا بحوالي 60% بس، يعني له 20%، فيحق لهم بعد الدعوه ما تصدر بعد ما يطلع الحكم ان هم يرفعوا دعوه قضائيه وياخدوا بقيه ال 20% اللي فاضل لهم. وبكده نكون خلصنا الفيديو، وبعتذر عن الاطاله، ولكن هو الفيديو يعني بنحاول نختصر على قد ما نقدر. يا يعني يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي اشترك دعمونا باللايك والشير، وما تنسوش تضغطوا زر الجرس اول اختيار اول او كل عشان يصل كل جديد اشوفكم.